فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى سورة النسائي كتاب الافتتاح. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده قال أخبرنا سويد ابن نصر، وهذا رجال الكتب الستة، يهديكم الله صحابكم. قال أنبأنا عبد الله بن مبارك، يهديكم الله صحابكم. هذا الرجل المبارك يهديكم الله صحابكم، أحسن الله عليكم، يهديكم الله صحابكم. عن يونس، نعم، عن يونس بن يزيد الأيلي من ثقات الأزبات، قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، يهديكم الله صحابكم، قال أخبرني سالم هو في قول من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا فقيا محدثا، وهو أروى الناس عن أبيه أو أزبت الناس في أبيه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه ثم يكبر، قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وهذا شرحناه. والباب الذي بعده آمين. وروى المصنف بسنده قال أخبرنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه، أخبرنا قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأزبات رأوا له الجماعة، عن مالك ومالك النجم إذا ذكر الحديث في مالك النجم، هذيكم نصحب لكم، عن ابن شهاب والزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن سالم وسالم هو أثبت الناس في أبي، عن عبد الله بن عمر ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. الإجابة تكون بعد الدرس إن شاء الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه أحد من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. قال وكان شفاك الله عبد الله، شفاك الله وعافاك، أتم الله عليك النعم. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا الحديث حديث فيه تأصيل لرفع يدي، رفع اليدين في الصلاة، ورفع اليدين في الصلاة على الاستحباب ليس على الوجوب، فقول جماهير أهل العلم أنه على رفع اليدين مع التكبير على السنية على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو هيئة من الهيئات. وابن عمر أحرص الناس على نقل ما كان يراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يرفع يديه حذو من كبيه، والرواية الأخرى أنه كان يرفع يديه يعني حيال أذنيه، وهذا الحديث عن وائل بن حج رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرفع يديه حذو من كبيه هكذا عندما يكبر، وكان هذا الرفع في رواية حين، نعم، وفي رواية كان يرفع يديه حذو من كبيه قبل التكبير، يعني كان الرفع قبل التكبير، فيرفع هكذا فيقول الله أكبر، فإذا قرأ وانتهى فأراد الركوع يرفع أولا ثم يقول الله أكبر فيركع، فإذا انتهى من الركوع رفع سمع الله، رفع يديه سمع الله لمن حمد هكذا. أنا أتيك يا شيخ نور، سأتيك يا شيخ فتحي، أنا أتيك إن شاء الله، أو أرى كيف أصل إليك، أبشر، شفاك الله وعافاك رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظك، اللهم أمين.
قال ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وابن عمر قد وقف وانتهى إلى ما رأى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود. الحقنا ورد حديث عام أن النبي كان يرفع يديه إذا سجد، وإذا قام من السجدة، وإذا السجد الثانية كان يرفع يديه. صحيح أن رفع اليدين في هذا أمر يعني لا يقال أنه سنة، لكن قد يقال مع صحة الحديث كان يفعله أحيانا، لأن في غالب الحال ابن عمر قال كان لا يفعل. ولكن أيضا هذا منتقد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي كان يرفع يديه عند التكبير والقيام من الركعتين، وهو حديث سنده صحيح. ومن علم حج على من لم يعلم. ورفع اليدين حذو المنكبين أصل، وقد ورد عن أبي وائل أو وائل بن حج رفع اليدين حذو الأذنين. وكنت أقول بأن الجمع بينهما جمع الشافعي، قال يرفع فيكون الكف حذو المنكبين والأطراف الأصابع حذو الأذنين، وبذلك يكون قد جمع بين الروايتين، ولأنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه أحيانا يرفع عند المنكبين وأحيانا يرفع حيال الأذنين، مع أن هذا التوجيه توجيه قوي وصحيح. ولذلك جاء في الباب الذي بعده باب رفع اليدين حيال الأذنين عن وائل بن حجر قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله، فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حادتا أذنيه، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلما فرغ منها قال آمين، يرفع بها صوته. وهنا العلماء اختلفوا، فمنهم من جمع بين حديث وائل بن حجر وبين ابن عمر بأن الرفع هذا للشافعي، أنه يجعل الكف كذا عند المنكبين والأصابع عند الأذنين، ويقوم بذلك جمع بينهم. وقد يقال في الجمع الثاني، وهذا قول لبعض العلماء، أنه أحيانا كان يرفع حيال المنكبين وأحيانا يرفع حيال الأذنين، فيكون من رأى حيال الأذنين قد نعم يعني بين ذلك ونقره. الحمد لله سبحانه، جزاكم الله خيرا. ومن رآه كبر فرفع بين الرفع بين المنكبين نقله، وفي كل النقل صحة. اللهم أمين، اللهم أمين. وفي كل النقل صحة، وفي كل سنة. فنقول له أحيانا ارفع حيال الأذنين وأحيانا ارفع حيال المنكبين، وتكون بذلك أصبت السنة، تكون بذلك قد أصبت السنة. نقف عند هذا. والفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، المثبت مقدم على النافي، عند تنوع النقل بتنوع الفعل تكون السنة تنوع الائتساء، عند تنوع النقل في تنوع الفعل تكون السنة الائتساء، يعني التنويع، يعني التنويع. لو في أسئلة تفضلوا. بهذا يكون الله قد ختم لنا دروس الليلة، فلو في أسئلة تفضلوا رهن إشارتكم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.